بس معايا دلوقتي عبر سكايب، تعرف الاهلي عنده الاسبوع الجاي كاس العالم للانديه كره القدم، مواجهه في منتهى الاهميه امام اوكلاند في التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي ان شاء الله. معانا عبر السكايب في هذه اللحظه جوردن واتسون المتحدث الرسمي لفريق اوكلاند سيتي النيوزيلندي. يا فندم مساء الخير، مشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. Good evening to you and thank you very much for having me. مساء الخير وشكرا لكم على استضافتكم لي. ده شرف كبير لينا. بداية كده، هي مواجهة مكررة بين نادي أوكلاند والنادي الأهلي في كأس العالم للأندية، فريقين من أكثر الفرق التي شاركت في هذه البطولة. كيف ترى المواجهة هذا العام؟ It's going to be difficult for us. هيكون مباراة صعبة جدا لينا. طبعا الأهلي هو الفريق المرجح للبطولة دي والمرجح للفوز، هو بطل أفريقيا وهو دائما متمرس في كأس العالم للأندية وعنده أكثر من 100 بطولة، فاحنا هنكون دائما في وضع غير مرجح للفوز. هنحاول احنا نكون يعني للأسف احنا هنكون ضحية ان احنا نقابل الأهلي football in New Zealand and football in Oceania in general. طبعا هنحاول نشرف الكره النيوزيلنديه والكره الاوكلنديه بشكل كامل ونبدا من هنا ان شاء الله. قرينا تصريحات للمدير الفني للفريق انه الفريق حاليا في معسكر والفريق لسه مش جاهز بدنيا، فريق اوكلاند. هل الفريق دلوقتي في حاله بدنيه جيده ولا لسه محتاج بعض الوقت؟ Currently the only issues that we have are two players who are going to join the team in the next couple of days. احنا دلوقتي عندنا لاعبين هينضموا للمعسكر ان شاء الله في خلال اليومين القادمين. طبعا احنا وصلنا من نيوزيلندا في 3-4 ايام، وبالنسبه لبعض اللعيبه في عندهم ظروف عائليه بيحتفلوا مع اسرارهم. وطبعا بعد البطولة دي وبعد إجراءات كورونا بالذات، وطبعا البطولة المحببة لينا من سنوات عديدة، واحنا نحاول ان احنا ان شاء الله نشتغل على نفسنا في بطولة العالم للأندية. طبعا احنا بنحاول المركز يكون من الثالث والرابع، احنا للاسف لستة اسابيع ما عندناش مباريات تحضيريه بالشكل الكافي، لعبنا بس مباراتين خلف الاضواء في معسكرنا. فبدنيا احنا بنحاول نتدرج بالمستوى ونتطور علشان نروح للمغرب مع مباراه النادي الاهلي. مين اكتر اللعيبه اللي انتم بتعولوا عليهم في هذه المواجهه الكبيره من لاعبي فريق اوكلاند؟ Well again it's difficult because if you look at our record صعب جدا لان انت لو شفت سجل المباريات بالذات احنا شاركنا 10 مرات في كاس العالم للانديه وما كناش ناجحين بالشكل الكافي، وللاسف بالنسبه مقارنه بالفرق المشاركه الاخرى في هذه البطوله بنبقى بنخسر في المباريات التمهيديه. وطبعا يعني المنافسة كبيرة جدا مع فرق عالية المستوى. طبعا الجهاز الفني بالجهاز الإداري بيحاول ان هو يشتغل على هذا اللقاء بقدر الإمكان وبقدر الإمكانيات، لان انت خلي بالك حضرتك عندنا المستوى مختلف، ده مستوى دولي، واحنا يعني هنحاول احنا نخش المباريات بجاهزيه تامه ان احنا ما نكونش جاهزين بالشكل الكافي للقاء. هنحاول نجهز نفسنا ونحاول نشرف ونظهر بتمثيل مشرف لينا. بنحاول طبعا نفاجئ بطل زي بطل افريقيا اللي هو ثلاث مرات. طبعا النادي الاهلي بياخد المركز الثالث
طبعا بالنسبة لمباريات كتير جدا برضو بالنسبة للوداد معاه مباريات في الكونفدرالية دوري أبطال أفريقيا، فإحنا بنحاول نجهز نفسنا.